محمد امين حمروني عنده اصابه على مستوى الكاحل، عاود عمل بعد ما مشى تمام الشفاء، عاود عمل الاصابه هي بيدها، دونك عاود الاصابه من جديد، دونك مازال اصابه جديده. تحبلها 6 أسابيع في الجمله، اقل شيء بين حساس، بين راحه وبين ان شاء الله تاهيل ان شاء الله. اما محمد امين حمروني برا وعاود تضرب عليها في نفس البقرة، دونك نفس الفراكتور عاود تضرب عليها، هذاك علاش.